اليوم في أكادير برئاسة السي عز زخنوش رئيس الحزب وبحضور كافة رؤساء الجماعات المنتمين للحزب تقريبا أكثر من 525 رئيس ثلث رؤساء الجماعات على المستوى الوطني رؤساء المجلس الإقليمي رؤساء الجهات رؤساء الغرف المهنية المنسقين الجهويين والإقليميين الفريق البرلماني في الغرفتين بحضور هذا الزخم الكبير تقدمت الخلاصات والملامح والخطوط العريضة ديال الخلاصات ديال المنتديات الجهوية كانت 2023 وما تيسر من سنة 2024 شهرين الأولى موضوع جولات جهوية اللي حضر لها السيد رئيس الحزب كلها. اليوم قدمنا ما قد يصطلح حوالقة ما نسميه بكتاب أبيض عرض يشمل خلاصات دقيقة ديال التشخيص وديال المقترحات اللي جاوا من هاد الأقالي ومن هاد الجهات من عند 10,000 منتخب أو أكثر. أهم ما يمكن أن نسجله أنه لأول مرة حزب سياسي ما قالش للمنتخبين ديالو اذهبوا أنتم وربكم وقاتلوا، ما قالش لهم اذهبوا فإن هنا قاعدون، لا، مشى معهم وواكبهم في التشخيص الحضوري في التشخيص التشاركي في الإنصات وجاو تبنى معهم القيادة ديال الحزب رئيس الحزب والمكتب السياسي الخلاصات ديال هذا. وتيقول رئيس الحزب سمعت ليه أن هذا العرض هذا غادي هناك واكبنا فيه كفيدرالية وطنية باش نمشيو به لجميع الفرقاء جميع المتدخلين وحتى الشركاء ديالنا في الأغلبية وفي المعارضة كذلك لما لا، باش إن شاء الله في هذا نصف الانتداب اللي بقى بالنسبة للجماعة الترابية وكذلك حتى بالنسبة للانتدابات لاحقا أن ما كنشتغلوش بالمنطق اللحظي بالمنطق الظرفي، باش إن شاء الله يكون هذا العرض هذا هو النبراس هو خارطة الطريق لنا كمنتخبين محليين في الجماعة الترابية وفي الغرف المهنية. المنتدى واللقاء الوطني ديال المنتخبين ديال التجمع الوطني للأحرار هو مناسبة للتجميع وحوصلة النتائج والخلاصات والتوصيات التي انتهت إليها المؤتمرات الإقليمية والمؤتمرات الجهوية ديال المنتخبين على امتداد السنة الماضية واللي فيها واحد العدد ديال المقترحات واحد العدد ديال التوصيات واحد العدد ديال الأفكار التي تسعى إلى تجويد العمل ديال الجماعات المحلية وتطوير هذا العمل والارتقاء به سواء الجماعة الترابية أو الغرف المهنية. سعداء أن المنظمة الفيدرالية الوطنية للمنتخبين ديال التجمع الوطني الأحرار نجحت بعد هذا الجهد في صياغة واحد الوثيقة اللي هي مسار تنمية اللي غتكون إن شاء الله موضوع نقاش وطني واسع مع أحزاب الأغلبية مع أحزاب المعارضة مع المجتمع المدني وأيضا مع المرافق الحكومية المعنية بعمل جماعة المحلية خاصة مع وزارة الداخلية. كانت هذه الفرصة لنقاش مهم موضوعي علمي وأيضا كانت فرصة للاستماع لهؤلاء المنتخبين لأن احنا اليوم في هذا اللقاء نجدد العهد على دعم الجماعات على تقويتها وعلى السير إلى تجويد واتخاذ كل القرارات اللي يمكن تسمح لها بتحسين عملها. كان لقاء أيضا فرصة لتزامنه مع تقديم رئيس الحكومة للحصيلة ديال المنتصف الولاية، فرصة لنقاش هادئ وللتعبير عن تثمينينا وتقديرنا لحصيلة هاد العامين ونصف من عمل الحكومة في كل المجالات خاصة الحقوقية والسياسية وفي المجالات الاقتصادية والاجتماعية وفي كل ما يتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر والرعاية الصحية وكل ما يرتبط باستراتيجيات الحكومة خاصة وأن هذه
الاستراتيجية تبدأ المواطن يلمسها في حياته اليومية. اليوم احنا في هذا اللقاء الوطني لتقديم رؤية الحزب للارتقاء بعمل الجماعات الترابية والغرف المهنية، وهذا اللقاء جاء تتويجا لجولات قامت بها الفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين ب 12 جهة من المملكة، واللي كانت فرصة للقاء المنتخبين بسيد الرئيس وأعضاء المكتب السياسي للحديث وللكلام عن التحديات اللي كترافقهم، لا من خلال الأداء ديال المهام ديالهم ولا بالنسبة للتمويل ديالهم ولا بالمشاكل اللي كيتخبطوا فيها في أداء هذه المهام. وكان الغرض منها أنه يتم إعداد مخرجات لحل هذه الأزمات وهذه التحديات. وجاء هذا اللقاء هذا من بعد ما قدمت الحكومة حصيلتها ديال نصف الولاية، واللي يمكننا نقولوا أننا كنفتخروا بها، ويمكننا نقولوا أننا كنعتزوا بما قامت به هذه الحكومة رغم التحديات الصعبة والكبرى اللي شافتها، لا من خلال الأزمات المتتالية واللي كانت شديدة جدا ولا داعي لذكرها مرة أخرى لأن الكل يعرفها، ورغم ذلك أنها احترمت التعاقد اللي كان بينها وما بين المواطن المغربي ونزلت الأوراش الملكية تحت القيادة الملكية لصاحب الجلالة، وأنها تتبع الخطى التي رسمها صاحب الجلالة، لأننا نريد تدعيم وتعزيز دولة اجتماعية مغربية اللي كلها إن شاء الله المغاربة غيكون ويعيشوا العيشة ديال الكرامة كما أرادها صاحب الجلالة نصر الله. وشكرا.